أهلا وسهلا. مرحبا لميس. عدو بدي أحكي معكم شوي. شو صاير؟ فوتوا بالأول. في شي أختي؟ ما في شي. عدو ليلاس جيبي عصمت وتعالي. فيك؟ تعال عصمت. تعال حبيبي. تعال اقعد شوي. انت شو عامل؟ في موضوع لازم نحكي فيه بيتعلق فينا كلنا. فكرة تختاروه ليلعب بفريق السلة؟ لا معقول عن جد؟ برافو عليك يا بطل. بس المشكلة فكرة طولان وبيجامته زغرت عليه، كمان لازم بوت. مدوا ايديكم على جيابكم. اي ماشي طيب لنشوف. 25 هدول كل يلي معي، وانا معي 12. 25 انا رح شوف قديش معي. لنشوف. انا معي هدول ليرتين. ما بيكفوا. استنوا شوي. قالت لي عائشة إنه اليوم في شغل، رح أحكي معها. قالوا عائشة كيفك؟ أنا منيحة. حكيتيني مشان الشغل وقلت لك أنا ما بقدر. لسه ما لقوا حدا يشتغل؟ إذا ما لقوا مشان إجي. تمام يلا أنا جاي فورا. خلص مو مشكلة مشان نرجع بالليل. لك عم شوفك المساء. حلت المشكلة؟ حلو. أساسا هدول بيدفعوا نقدي، يعني الصبح بنشتري. تمام؟ إيه زبطت هالمرة. طيب هلأ رح جهز حالي. صحيح أنينة الغاز خلصت، عملوا اليوم سندويشات جبنة إيه؟ طيب طيب، لما أرجع ما بدي لاقي ولا كسرة خبز بالأرض، ماشي؟ خلاص ولي طمني. وجيبوا أنينة غاز بهدول. يلا باي. قلي لشوف، كيف دخلوك بالفريق وأنت بهذا الطول؟ اختاروه لأنه بطل، لأنه بطل. أوه بس لا تتحمس لهالدرجة.